بهالانفجار اللي صار، صار عنا نحن كمان كوارث، في حيطان بيوت هدمت، في عالم ظهرت من بيوتها، في ازاز، في عالم معترة بتاكل بتشتغل يومية ما قادرة تتركب ازاز ببيتها لانه سعر المتر قديش بالدولار، ما صار في التفات للمنطقة نهائيا. يعني طلعنا على بيوتنا لقينا بيوتنا كلها مدمرة، الخشب والازاز كله بالارض، والحمد لله خسائر مادية، بس بنقول للحكام انه الحكام لازم تدير بالها على شعبها. كلنا الحمد لله كل بيوتنا، واختي كانت سلامتها من الله وانجرحت اجرها واخذناها على المستشفى، واخواتي كلهم بيوتهم. بيوتنا الحمد لله شوية ازاز تكسر فيها، عرفت بيوتنا قديمة شوية ازاز تكسر فيها. الحمد لله ما حدا صار عنده شيء، اضرار ماديه كلها بتتعوض، بس بالنسبه لغيرنا نحن بنحمد ربنا الحمد لله انه هيك، لما تشوفي غيرنا عم بدور على اولاده على اخواته الحمد لله الف نعمه. وقتها صار هيك الانفجار وقع كل الازاز انا على خي، انا وخي الكبير، وهون ايدي مجروحه انا وخي. طعنا على البيت سمعنا الصوت، عرفتي كيف؟ تاني يوم جينا ما قدرنا ننزع بالمنطقة لهون، تاني يوم جيت لهون فتحت المحل ما كان يفتح الجرار، اجى حداد فتح لي الجرار، ضل شي 3 ساعات تشتغل فيه. لا انا الحمد لله مش زيادة تأذى بيتي، كمنطقة اكيد تأذت كثير، بس شو بدنا نعمل؟ بس وين اني هول يلي كانوا على ايامهم فوتوا هالمواد هيدي كلياتها، وين اني؟